بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم في محراب العالم. محكمه عبد العزيز محمد. عبد العزيز محمد عبد العزيز حسن. استاذ احمد نجيب. احمد نجيب يا عبد العزيز. انت بتتاجر في المخدرات؟ لا راجل. ظبطوا معاك سلاح ناري وذخيره؟ لا راجل. النيابه. النيابه العامه ساعتها بتطالب بكميه مواد الاتهام الوارده ضمن الاحاله. الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس ومحاولة مأمور الضبط القضائي اختلاق حالة من حالات التلبس، انتفاء صلة المتهم بالحرس، انفراد محرر الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة، استحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، كما تعلمنا من عدلكم أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبيها، ويستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي بمشاهدة الجريمة بنفسه أو بإدراكه بإحدى الحواس متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا أو تأويل. وكان الثابت أن السيد مأمور الضبط القضائي تلقى نبأ الجريمة عن طريق الغير بأن أخبره أحد المصادر السرية أن المتهم بيقوم بالتجارة المواد المخدرة أسفل كوبري الدائري. كان يجب على السيد مأمور الضبط القضائي بناء على هذه المعلومة عمل تحريات واستصدار إذن من النيابة العامة لكي نتأكد من الواقعة، وحتى يكون هناك بائع ومشتري ويتم تصدير إذن من النيابة العامة. ولكن السيد مأمور الضبط القضائي ضرب بهذا عرض الحائط وكررنا شهادة المتهم آخر يقوم بعرض كيس بلاستيك عليه ويتبين بمحتواه ولم يشاهد ما في داخله ولم يدركه على وجه اليقين، وقام بالقبض والتفتيش دون أن تظهر أي حالة من حالات التلبس، وقال لك أن أنا لقيت من خلف كمر بنطلونه سلاح ناري ولقيت طلقة النهاردة مع المستشار. فالنهاردة مع المستشار لا يعقل وفقا للتصوير اللي صار السيد مأمور الضبط القضائي أن المتهم النهاردة إذا كان النهاردة بيكون بالاتجار المواد المخدرة وفي قوة مرافقة بتقبض على المتهم والشخص الآخر اللي تعرض عليه المادة المخدرة اللي هو المتعاطي يكون بالفرار ولم يتمكن من السيطرة عليه. أيضا النهاردة تجهيل، النهاردة قال لك عصرت على المواد المخدره بين طيات ملابسه، تجهيل مكان الضبط مما يثير الشك النهارده في الواقعه. فالنهارده باستعراض وقائع الدعوه وتمحيص ما ادلى به الشاهد من الاقوال يتبنى الاتهام محيط ظلال كثيفه من الشك والريبه تجعل للواقعه صوره اخرى. لكل هذه الاسباب ولغيرها من الاسباب التي تراها عدلت المحكمه اعدل واقوم، نطلب الحكم براءه المتهم مما اسند اليه. اخر الجلسه. محكمه! بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة بالأحكام. عبد العزيز محمد عبد العزيز حسن. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة عبد العزيز محمد عبد العزيز حسن مما أسند إليه من اتهام ومصادرة المخدر المطبوع. رفعت الجلسة.